الرحمن الرحيم. يمكن اليوم عدم وجود الصحفي بعض رساله، لان هذا الحراك الذي يجري داخل الزنازين، هذا الضرر الذي يكون به 13 مرض ابناء شعبنا الفلسطيني اداريا داخل زنازين الحلال، يعطي مؤشرات واضحه على ان هناك ايضا يمكن أن يشير إلى استمرار هذا التنكيل لأسرارنا الحقيقية، وأيضا استمرار التصدي ضد محاولات الاحتلال لكسر هذه الإرادة التي لا بديل لأبطالنا الأسرى داخل الزنازين. بنقول التحية إلى كل الأسرى المعتقلين، الأسرى القدامى والأسرى القادة، الأسرى النساء، الأطفال، المحتمين عن طعام، الإداريين. هناك سياسة منهجة من قبل حكومة الاحتلال للتنكيل بأسرار المعتقلين، وتحديدا ما يجري للأسرى المرضى، الذين نوجه كل التحية للأسيرين البطلين وللطاقة وعاصف الرفاعي الذين يعني يشارك وضع ظلم على مخاطر جدية بظل تعنت الاحتلال المرضي لإطلاق سراحه، وأيضا العديد من أسرى المرضى والعديد من الأسرى المعزولين ومحاولات الاحتلال المستمرة لكسر هذه الإرادة التي لا تليد لأسرار المعتقلين. الأسرى الإداريين اليوم يمكن من أكثر الملفات المطروحة اليوم في ظل ما يقوم به الاحتلال بشكل يومي باعتقالات وإصدار أحكام ما علاقة باعتقال إداري بناء على قانون بريطاني البائد، وأيضا التنكيل لهؤلاء الأسرى وتمديد الاعتقال الإداري لمرات عديدة، الأمر الذي يشكل أيضا محاولة لفرض أجندة احتلالية تستهدف أسرار المعتقلين الأبطال. أخي قدورة، شكرا لهذا في ظل استمرار 13 أسير مضرب عن الطعام، وفي ظل تحضيرات أيضا أخرى تجري من أجل زيادة عدد الأسرى المضربين عن الطعام داخل الزنازين، والتي متوقع في ظل تعنت الاحتلال وفي ظل قوانين وزير الفاشي بن جفير الذي يستهدف الأسرى، أن تستمر هذه الضرب المفتوح عن الطعام للعديد من أسرانا الأبطال في هزيمة الاحتلال. يمكن الإشي اللي بدي ألخصه اليوم ثلاث نقاط رئيسية. النقطة الأولى أن اليوم إحنا نتحدث عن تنفيذ خطة استراتيجية وطنية على كل المستويات، سواء المحلية هنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم سبع محافظات في ذات الوقت، اليوم هناك أمام المؤسسات الدولية، أمام الصليب الأحمر، مؤسسات الأمم المتحدة، هناك إضرابات تجري من أجل الوقوف إلى جانب أسرانا المعتقلين الأبطال، وخاصة الأسرى المضربين عن الطعام والأسرى الإداريين. أيضا نحن نتحدث منذ فترة طويلة عن ما يمكن أن يشكل استراتيجية لها علاقة بمقاطعة محاكم الاحتلال، وهذا اللي كان يعني دائما أخي قدورة حريص على أن يكون هناك تواصل مع مسائل العمل الوطني والإسلامي من أجل بلورة خطة لهذه المقاطعة. يمكن اليوم بتشكل نقطة رئيسية وأساسية في عملية مقاطعة محاكم الاحتلال الأسرى الإداريين، اللي اليوم ما يقارب 2000 أسير ومعتقل، وهذا الامر اللي بتطلب ايضا ان يكون هناك توافق فصائلي وطني واسلامي حول ذلك، لانه احنا ندرك تماما ان كل محاولات الاحتلال هي لتنفيذ ما يمكن ان يشير الى فرض وقائع على الارض لكسر اراده الصمود والتحدي كما قلت لدى اسرى المعتقلين الابطال في زنازين الاحتلال، وهذا الامر الذي يجب ان لا نعطي اي امكانيه للحديث عن نجاح الاحتلال في ذلك. الامر الثالث يعني ايضا هناك لابد من ان الصمت الدولي، الدعم الامريكي للاحتلال الذي يغطي على جرائمه، هو الذي يعطي الاحتلال مزيد من الاستمرار في هذه الجرائم المتصاعده ضد شعبنا الفلسطيني، والذي يعتبر ملف الاسرى والمعتقلين هو احد الملفات الرئيسيه لجرائم الحرب التي ترتقي الى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه ضد الشعب الفلسطيني، وهذا الامر الذي جعل احاله العديد من الملفات ما فيه ملف الاسرى والمعتقلين إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي نرى أن هناك استخدام معايير مزدوجة وهناك كيد بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالوضع الفلسطيني. لذلك نحن ننقل جهدا في سبيل الاستمرار على كل الأصعدة، على المستوى الدولي، على مستوى العواصم الصديقة والعواصم التي تقف إلى جانب نضالنا وكفاحنا ضد الاحتلال وجرائمه الفاشية،
وفي النهاية وفي الختام نقول اليوم نترحم على رئيس هيئة الأسرى الذي كان دائما حاضرا، الأخ الصديق اللواء قدري أبو بكر، الذي كان دائما حاضرا في كل مؤتمراتنا الصحفية التي كنا نتحدث عن استراتيجية لها علاقة بالعمل الاستراتيجي على مستوى الأسرى والمعتقلين كافة، وأيضا نهنئ أخانا وصديقنا وحبيبنا قدورة فارس على تسلمه لهذه الهيئة، والذي ندرك مدى فداحة العمل الذي يمكن أن ينجح هذه الهيئة من خلال الاستمرار في العطاء والتضحيات. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. في أول إطلالة على الإعلام بعد أن تم تكليفي بهذه المهمة، بداية أترحم على روح الأخ ورفيق الدرب الشهيد قدري أبو بكر من سبقني في تولي هذه المهمة. ثانيا أتوجه بالشكر لسيادة الأخ الرئيس أبو مازن الذي منحني الثقة لأتولى هذه المهمة المقدسة، أقول مقدسة لأنها متعلقة بالإنسان، وأي إنسان. نتحدث هنا عن أقران الشهداء الأسرى والأسيرات الأبطال الذين ناضلوا من أجل حرية الشعب الفلسطيني، وبالتالي هي تصبح فعلا مهمة مقدسة. كما وأشكر إخوتي ورفاقي الأسرى والأسيرات الذين هم أيضا بعد أن بلغهم نبأ تكليفي قد أولوني ثقتهم من خلال البيانات التي صدرت عن الهيئات التنظيمية للفصائل كافة وبلا استثناء. آمل وأرجو وأدعو الله أن أكون في مستوى ثقة الشعب الفلسطيني وكل إخواني وأخواتي الأسرى، ولعل بل يجب أن تكون قضية الأسرى مقدمة لنجسد فيها كثيرا من الشعارات التي كنا نتشدق ونرددها دائما حول وحدة العمل، التعاون، التكامل، تبادل الرأي، الثقة، المحبة التي يجب أن تتعزز بين فصائل وقوى أخذت على عاتقها أن تقاوم هذا الاحتلال إلى أن يرحل. الإخوة الأسرى الذين يقدمون نموذجا في كفاحهم المستمر والمتواصل، وكلنا يعلم أن الأسير مشتبك على مدار الساعة وبشكل يومي مع عدوه، مع إدارات الاحتلال، يأخذ هذا الاشتباك أشكالا وصورا مختلفة، فيأتي بعضها مكثفا حين يعرض الأسرى حياتهم للخطر. فإذ أن هناك 15 مناضلا فلسطينيا مضربون الآن عن الطعام لأيام، من حيث عدد الأيام هناك تفاوت لأنهم لم يبدأوا في يوم واحد، ولعل أهمية هذا الإضراب تكمن في أنه الإضراب الأول بعد أن ارتقى الشهيد الشيخ خضر عدنان رحمه الله إلى العلا شهيدا في زنازين العدو الصهيوني، وكأني بالأسرى يوجهون صفعة لمن قتل خضر عدنان من أجل أن يردعهم عن اللجوء لهذا السلاح الذي سيبقى مشهرا في وجه دولة الاحتلال. الأسرى المضربون هم الإخوة المناضلون أسامة دقروق، سيف حمدان، صالح ربايعة، كسي خضر، أسامة خليل، كايد الفسفوس، سلطان خلوف، هادي نزال، محمد زكرنا، أنس كميل، عبد الرحمن براكة، محمد خميس، زهد عبيدو، يزن حنايشة، وأدهم حنايشة. لهم كل التحية الذين هم الآن في كرب شديد وفي وضع من كما بات يعلم يعني قطاع الإعلام في فلسطين الذي تابع، وأنا أعبر
عن احترامي وتقديري العالي للدور الكبير للإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في فلسطين التي وضعت قضية الأسرى موضعها الصحيح. لذلك يعني نحن اليوم في هذا المؤتمر الصحفي نريد أن نتوجه لأبناء الشعب الفلسطيني بضرورة لكل الأجسام والتشكيلات المنظمة في فلسطين، الأجسام والتشكيلات المنظمة، قضية الأسرى ليست قضية تخصصية، يعني هذا ليس قطاع، يعني هذا الموضوع موضوع يخص كل فلسطيني، ونحن في صراع مع احتلال، وبالتالي الحركة الأسيرة بالحد الأدنى مطلوب منا أن نوفر لها مظلة حماية. ليس الإضراب بالمفتوح عن الطعام هي الخطوة اليتيمة التي يقوم بها الأسرى الأبطال، وإنما هناك حركة قد بدأت منذ وقت في ناطق العثر، وتمثلت هذه الحركة بوجود عدد لا بأس به من الأسرى أعلنوا منذ وقت طويل عن مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال في هذا الموقف المعبر والبليغ، والذي يجب أن يتحول بالتدريج إلى موقف الحركة الوطنية جمعاء. فكلكم تابعتم ما يسمى بجهاز القضاء الإسرائيلي كيف أنه وبشكل فاضح، يمكن قضية الأخ وليد دقة، هذا الأخ المناضل والذي يعاني من مرض خطير جدا وحياته مهددة، كيف هدروا وقتا ثمينا وهم يلقون كتلة اللعب من هذه المؤسسة إلى تلك، إلى أن وصل المحكمة، والمحكمة كانت مدعوة لتبت في مسألة ما إذا كان اللجنة صاحبة صلاحية أو من مسؤوليتها النظر في قضيتها، يعني لجنة مطلوب منها فقط أن تقرأ تقارير أعدها أطباء إسرائيليون في مستشفيات إسرائيلية، يعني مش تقارير من طبيب عينته العائلة أو عينته السلطة، تقاريرهم هم أن يقرؤوها، فإذا قرؤوها أخلاقيا وقانونيا سيكونوا مطالبين باتخاذ قرار بإطلاق سراحه، لكن المحكمة رفضت. هذا مؤشر صارخ وفاضح على مستوى تورط جهاز القضاء الإسرائيلي في دم الشعب الفلسطيني. وبالتالي الأسرى الذين يقاطعون هم يمثلون طليعة، هذه الطليعة يجب أن تتسع وتكبر إلى أن نصل جميعا إلى قناعة. وأنا يعني لا أريد أن أذهب بعيدا، ولكن ما يجري الحوار والجدل الصاخب في إسرائيل حوله بشأن الانقلاب على القضاء أو من يرغبون بتسميته إصلاح قضائي، أولئك الذين يقفون ضد الانقلاب القضائي بماذا يقنعون الإسرائيليين؟ يقولون أن ضعف حضور القضاء الإسرائيلي في القرار السياسي والقرار الإداري في إسرائيل إنما سيعرض ضباطنا وطيارينا للخطر من أن يواجهوا المحاكم الدولية. فهم عمليا يعني هذا التقاضي وهذه المنصات اللي كلها تمثيل بيوفرون إياها، إنما يسيجون على أنفسهم ويتدرعون بها ليحموا أنفسهم في المستقبل. فلذلك إحنا يعني هذه المسألة يعني مطلوبة للنقاش في أوساط الحركة الوطنية. الإخوة المناضلين الذين الإداريين الذين بدأوا خطواتهم والمتمثلة بالتمرد على بعض الإجراءات اليومية المتمثلة أيضا بالذهاب للزنازين وإعادة وجبات ومماحقة ومشاغلة إدارة السجن، هي من أجل أيضا أن يجذبوا الاهتمام لقضيتهم التي ليست يجب أن لا تكون قضيتهم وحدهم بل هي قضية الشعب الفلسطيني. هذه الخطوات والفعاليات التي يقومون بها هي قابلة للتطور وقابلة للاتساع بحيث تشمل أعداد وسجون أخرى، هذا ما نأمله. وختاما أتوجه لكل أبناء الشعب الفلسطيني بدعوة في كل مكان ليس فقط هنا في فلسطين، احنا بنخوض صراع فضاءه العالم في كل انحاء العالم، والاحتلال ايضا يبارزنا حيثما كان، فلذلك يجب ان نكون دائما متحفزين لمبارزته في كل مكان. حقنا قوي، قضيتنا واضحة، الامور ليست ملتبسة، هي تحتاج الى جهود، تحتاج الى اخلاص،
أرجو أن نتمكن خلال الفترة القادمة من تحقيق انطلاقة متجددة لنرتقي بقضية الأسرى وكل قضايانا لمستويات أفضل. وأختم مرة أخرى بتوجيه التحية لأسرانا الأبطال ولعائلاتهم المباجرة. شكرا. صباح الخير للجميع. يعني مرة أخرى اسمحوا لي أن نترحم جميعا على روح الأخ اللواء قدري أبو بكر الذي شغل منصب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وندعو له بالرحمة. ونحن أيضا سنكمل المشوار مع أخونا قدورة فارس الذي أيضا كان عنوانا ولا زال لقضية الأسرى على مستوى الوطن. فهذه مهمة سخر الله سبحانه وتعالى سخرنا لها حتى نكون خدما لهؤلاء المناضلين. أبدأ حديثي بتوجيه التحية لأسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال الإسرائيلي. ونحن جميعا ندرك بأن الشعب الفلسطيني جميعه يتعرض إلى عدوان وحرب شاملة من هذه المنظومة السياسية والعسكرية والقضائية. والأسرى المناضلين والأسيرات هم على جدول وسلم الانتهاكات والجرائم التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا. ولعل الاعتقالات المتواصلة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي تؤكد بأن الشعب الفلسطيني مستهدف من خلال عمليات الاعتقال التي ارتفعت وتيرتها بشكل كبير، وتحديدا فيما يتعلق في زج هؤلاء المناضلين تحت ما يسمى بالاعتقال الإداري. بالتأكيد يعني قضية الاعتقال الإداري هي من أكبر الجرائم الإنسانية والقانونية التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني. ولعل هذا الارتفاع الكبير يؤكد بأن الاستهداف يطال مختلف فئات أبناء شعبنا الفلسطيني. عندما يصل عدد الأسرى الإداريين إلى 1200 معتقل إداري حاليا في السجون، ومنذ بداية هذا العام أكثر من 2000 قرار أو أمر تجديد لأسرى إداريين داخل السجون، هذا من شأنه أن يؤكد الاحتلال من خلالها أنه يسعى إلى تدمير الحياة الاجتماعية للمناضل الفلسطيني. فهذا الاعتقال التعسفي شكل خطورة حقيقية على مستقبل المعتقلين الإداريين الذين أصبحوا غير قادرين على التفكير في مستقبلهم. وهناك حالات ربما نتحدث عنها قبل أن يتم إطلاق سراح الأسير الذي ينهي مدة اعتقاله، يتم تجديد اعتقاله مرة أخرى بقرار مما يسمى بضابط للشباك الإسرائيلي. الاستهداف طال ما يقارب 20% من الأسرى الفلسطينيين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و22، وهو اعتقال للمرة الأولى. يعني مواطن فلسطيني يتم اعتقاله للمرة الأولى، يتم اقتحام المنزل بأعداد كبيرة من جنود الاحتلال المدججين بالأسلحة والكلاب البوليسية، وكأنهم جاءوا ليعتقلوا إنسان قام ب وكأنها حكاية كبيرة. وبعد أيام تتفاجأ أنه تم تحويله إلى الاعتقال الإداري بدون تهمة بدون محاكمة. حتى هذه المحاكمات العسكرية التي هي عبارة عن أدوات في يد منظومة الاحتلال تشكل اختراقا لكل القوانين والمواثيق الدولية. بالإضافة إلى أن هناك حالات من الأسرى الإداريين الذين يتم اعتقالهم، على سبيل المثال هناك أسير يكون والده في المستشفى وحياته مهددة بالخطر، يتم اعتقاله قبل أسابيع ثم يتوفى الوالد ولا يستطيع الابن أن يشارك في جنازة أبيه. هناك أسرى أبنائهم يتخرجون من الجامعات لا يشاركون في هذه الفرحة. وبالتالي كل الحياة الاجتماعية الاحتلال يسعى إلى تدميرها من خلال هذه السياسة الظالمة والمجحفة، والتي تحتاج منا جميعا كمؤسسات وقوى وجهات قانونية أن نظل نرفع الصوت عاليا لهؤلاء المناضلين. أنا سأتلو عليكم يعني بيان لجنة الطوارئ أو لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال والمنبثقة عن اللجنة القيادية ولجنة الطوارئ للحركة الأسيرة، وهو بيان موجه إلى الرأي العام ولكافة الجهات والفعاليات والمؤسسات الحقوقية المناصرة لنضالنا في مواجهة الاعتقال الإداري التعسفي. يقول البيان: يا أبناء شعبنا العظيم، إننا نتعرض لأبشع أشكال الظلم المستمر عبر إجراءات الاعتقال الإداري التعسفي الذي يمارس بحقنا ويلحق أكبر الضرر بنا وبعائلاتنا كأنياب تنهش أجسادنا لتبقي الألم وتفتح الجراح بصورة متكررة.
عايشناها في العقود الأخيرة لتشكل أبشع أنواع الاعتداء على حريتنا وحياتنا وإنسانيتنا. فهناك الكثير منا أمضوا في هذا الاعتقال ما يزيد عن 10 سنوات، ومن الأشبال الذين زاد عددهم عن 20 شبلا، والنساء والمرضى وكبار السن، عدا عن سياسة الباب الدوار التي تتيح لهم التفنن في تعذيبنا، حيث نتنسب الحرية لعدة أسابيع ثم يعاد اعتقالنا مرة أخرى. والملفت في الآونة الأخيرة تحويل الكثير منا إلى المسار من المسار القضائي إلى الاعتقال الإداري، وبعضنا يلاحق في المسارين بهدف إخضاعنا وتركيعنا. كل ذلك يجري بأوامر الجهات الأمنية أجهزة الشباك الإسرائيلية بحجج ومبررات واهية واتهامات افتراضية باطلة، مستندين إلى ما يسمى بقوانين الطوارئ البريطانية والتي أصبحت دائمة بعد 78 عاما على إقرارها، والتعديلات التي أدخلت عليها وأكاذيبهم حول ما يسمى بالملف السري والخطورة على أمن المنطقة والجمهور. إن هذا المسلسل الذي يغطى بقرارات من قضاة عسكريين يحاولون بإجراءاتهم إضفاء الشرعية على هذا الاعتقال التعسفي، فمنظومة قضائهم هي جزء أساسي من منظومتهم الاستعمارية وتخدم أهدافها العامة، وهذا ما أثبتته الوقائع والقرارات في كل مستويات المحاكم تحت ما يسمى برقابة قضائية، سواء كانت محكمة استئناف أو عليا. فلم تقرر هذه المحاكم وقضاتها أي قرار يخالف توجهات وتوجيهات الشباك، فلا محاكمة عادلة ولا حتى أي ظرف إنساني تحفظ حياة وكرامة وحقوق المعتقل الإداري. والآن وقد أصبحت أعدادنا أكثر من 1200 أسير إداري، وتشكل تقريبا ربع الحركة الوطنية الأسيرة في السجون الصهيونية، والوقت في حالة الألم والنزف المستمر الذي يترافق مع كل أمر تجديد لكل واحد منا ولعائلاتنا، فإننا قد عقدنا العزم على معركتنا المستمرة والمتواصلة والمفتوحة لمواجهة هذا الاعتقال، وحتى لا تكون مواجهتنا موسمية ومتقطعة، فقد تقرر برنامج خطوات احتجاج وطني وعام كنا قد بدأنا بتنفيذه منذ بداية هذا الشهر. نتبناه وتدعمه لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، وتتمثل في توجه 3 دفعات من الأسرى إلى الزنازين، وكذلك التأخر والاعتصام في الساحات وإعادة الوجبات ووقف التعامل مع العيادات ووقف تناول الأدوية، وصولا إلى العصيان والتمرد والذي ستصاحبه في الفترة القادمة دفعات من الأسرى تشارك في الإضراب المسكوف عن الطعام، والذي سيصل في النهاية إلى الإضراب الجماعي المفتوح لجميع الأسرى الإداريين حيث تتوفر الظروف الملائمة لذلك. ويتزامن مع ذلك كله فتح المجال لتجديد وتوسيع حركة المقاطعة للمحاكم التي بدأها أكثر من 100 معتقل في أيلول الماضي بعد الإضراب الجماعي الأخير على الطعام، علما أن حالة الاحتقان والغليان التي تسود في أوساطنا قد دفعت البعض منا للذهاب إلى إضراب مفتوح عن الطعام تعبيرا عن الرفض والمطالبة بالحرية. إننا ونحن نعيش هذه الظروف الصعبة نطلق صرختنا عبر برنامج المجابهة الشامل والمفتوح، ونحن نتسلح بإرادة المناضلين المخلصين الذين يؤمنون بشعبهم وقواه الحية، ونتمتع بأعلى درجات التصميم والتفاؤل بالمستقبل. فنحن ندق بقبضاتنا جدران الخزان ونطلق صيحاتنا آملين أن تلقى سداها لدى كل المخلصين والأحرار والقوى والمؤسسات والفعاليات التي تتكامل معنا في مواجهة الاحتلال وإجراءاته التعسفية، وصولا إلى ملاحقة قانونية في محكمة الجنايات الدولية لتتكامل في الدور والمسؤولية لتعزيز الصمود ونمضي موحدين نحو الحرية والعدالة. عاشت نضالات الحركة الأسيرة، المجد للشهداء والحرية للأسرى، فليسقط الاعتقال الإداري التعسفي العنصري ولنقبل ببقائه سيفا مسلطا على رقابنا. في هذه الأثناء التي يعقد فيها هذا المؤتمر، الأسرى قرروا اليوم في معتقل عوفر إرجاع وجبتي طعام. مسؤوليتنا كبيرة، والأسرى يحتاج منا أن نتوحد كما هم شكلوا حالة من الوحدة والتلاحم من أجل مناصرتهم ونصرتهم، وشكرا لكم.
كل التحية للحركة الأسيرة، أسرى وأسيرات، إلى الأسرى المرضى خاصة القابعين في عيادة سجن الرملة، إلى المعتقلين الإداريين وخاصة المضربين عن الطعام ضد هذا الاعتقال التعسفي الذي يرتقي إلى مستوى جريمة حرب، لأنه ينطوي على جريمة التعذيب التي لا تسقط بالتقادم، وعلى غياب معايير المحاكمة العادلة فهي جريمة حرب مركبة. ولذلك يتحد الأسرى والمعتقلون الإداريون في هذه المعركة التي يتسع نطاقها وتحتل الصدارة من جديد، لتتحول إلى معركة الشعب، كل الشعب في كافة أماكن تواجده. ولذلك نحن هنا لنؤكد للحركة الأسيرة وللمعتقلين الإداريين وللمضربين عن الطعام أننا معهم ونقف لإسنادهم وخلفهم حتى كسر هذه السياسة وإنهائها. ونحن ندعو في هذا السياق إلى حملة وطنية ودولية لإنهاء هذا الاعتقال التعسفي، خاصة أن هذا الاعتقال كيفما تمارسه إسرائيل يرتقي إلى مستوى جرائم حرب، وهذا بإقرار واعتراف الأمين العام للأمم المتحدة وجهات دولية أخرى بما في ذلك لجنة العفو الدولية، الذين يقفون كلهم صامتين أمام هذه الجريمة. ولذلك نحن ندعو إلى وحدة الحركة الأسيرة في هذه المعركة، حيث المعتقلون الإداريون يشكلون الآن ربع الحركة الأسيرة، وبالتالي لم تعد قضية المعتقلين الإداريين مفصولة عن قضية عموم الحركة الأسيرة، إنما هي يعني واحدة وموحدة. ولذلك يصدر البيان وتصدر البيانات تباعا عن لجنة الطوارئ العليا، وهذا تعبير عن هذه الوحدة. ثم إننا ندعو لتحرك دولة فلسطين وعلى نحو عاجل بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة للذهاب إلى محكمة العدل الدولية وإلى الجهات الدولية المختلفة، وننشد المؤسسات الحقوقية الدولية والدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، لطرح السؤال الأساسي التالي: المكان القانونية للأسرى بعد مرور 55 عام على عمر هذا الاحتلال البغيض، كما ذهبنا في السؤال الأساسي إلى المحكمة بشأن القضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يجب أن نقطع يد الاحتلال لأن يبقى القانون الإسرائيلي هو الذي يسود في العلاقة مع المعتقلين الفلسطينيين ويتعامل معهم كمجرمين وكإرهابيين. حان الآن لإنصاف المعتقلين الإداريين وإنصاف الحركة الأسيرة، وهذا يحتاج إلى نضال على مختلف الصعد، وخاصة السياسية الوطنية والقانونية، وفي المقدمة منها الجماهيرية، حركة الشعب الفلسطيني في كل مكان. أشكر. بالبداية نترحم على روح الأخ قدر أبو بكر، ونرحب بالأخ قدير فارس رئيسا جديدا لهيئة شؤون الأسرى. تحية لأسرانا وأسيراتنا الأبطال، تحية للمعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام، تحية للمعتقلين الإداريين المقاطعين لمحاكم الاحتلال الشكلية. يعني في ظل التزايد الكبير في عدد المعتقلين الإداريين، ومع بدء خطوات المعتقلين الإداريين النضالية لمواجهة هذه السياسة، هناك قضية مهم التركيز عليها في هذه المرحلة، وهي الموقف الدولي المتقدم من قضية الاعتقال الإداري. لا يمكن إنكار أن هناك موقف دولي متقدم رافض لسياسة الاعتقال الإداري ويعتبره جريمة، ويجب علينا أن نستغل هذه الحالة وهذا الموقف الدولي المتقدم للضغط على دولة الاحتلال لإنهاء هذه السياسة، تحديدا في ظل البدء في هذه الخطوات التي قد تصل إلى حد الإضراب المدفوع عن الطعام. صدر قبل عدة أيام تقرير هام جدا عن المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان
في الأرض الفلسطينية المحتلة. جاء هذا التقرير لتناول موضوع الحرمان التعسفي من الحرية، تناولت خلاله قضية الاعتقال الإداري التعسفي، وخلص التقرير أن هذا الاعتقال يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وقد يرقى إلى هذه الجرائم لأنه يمارس بشكل واسع وعلى نطاق واسع وبشكل منهجي ودوري. وبالتالي كل هذه المواقف إضافة إلى موقف الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الذي قال مرارا وتكرارا أن هذا الاعتقال هو اعتقال تعسفي جائر وهو جريمة يجب أن يتم محاسبة ومساءلة دولة الاحتلال عليها. وبالتالي في هذه المرحلة هناك حاجة لعمل المستوى الرسمي الفلسطيني إضافة إلى المستوى الشعبي للضغط على هذه الدول وهذه الجهات جميعها التي تطالب وتقر أن هذه هي جريمة لوقف وإنهاء هذه الجريمة بشكل تام. نحن نقول دائما نحن لا نطلب تحديد سقف للاعتقال الإداري، نحن نطالب بوقف هذه الجريمة بشكل كامل وعدم استخدامها باعتبارها جريمة يتم فرضها بحق المعتقلين الفلسطينيين دون تهمة ودون محاكمة بناء على ملف سري. وبالتالي الآن الجهود مطلوبة من كل مكونات الشعب الفلسطيني تحديدا المستوى الرسمي إضافة للمستوى الشعبي للضغط على هذه الدول والجهات لإنهاء جريمة الاعتقال الإداري. شكرا. طيب إذا كان عندكم أسئلة إحنا أبداً يا عافية. بدي أسألك حجم الاعتقالات في شيء جغرافي في ظل تركيز الاحتلال في العمليات العسكرية على شمال الضفة الغربية، قديش هذا ممكن كيسه في موضوع الانتفاضة الأقصى خاصة أنه المقارنة مع انتفاضة الأقصى؟ هل التطورات الميدانية لها علاقة بزيادة أعداد المعتقلين إداريا؟ يعني خلال السنوات الماضية تصدرت القدس دائما عدد يعني المكان الأول في عدد المعتقلين وحالات الاعتقال. لا نلحظ يعني ازدياد كبير في عدد المعتقلين في المناطق المستهدفة مثل جنين أو نابلس، إذ أنهم مستهدفون بالقتل أكثر من استهدافهم بالاعتقال. وتذكرون يعني في ليلة الاجتياح الأخير لجنين وعدد الذين اعتقلوا وكيف أنهم أفرجوا، كأن التعليمات الصادرة لسلطات أو للجيش الإسرائيلي هي الأولوية للقتل ولإيقاع الأذى. نعم يعني بكل تأكيد تأثرت عدد المعتقلين في المناطق التي تشكل بؤر ساخنة وفيها تصعيد للمقاومة، لكن ليس بالضبط يعني سؤالك محدد بما لا يشبه ما حدث في انتفاضة الأقصى. شكرا.